مرحبا بكم في لاشين ديالي توتي كوك. وبغي نذكر الناس اللي اول مره كيشوفوا لي فيديو ديالي يتابوناو في لاشين، والناس اللي ديجا ابوني يفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. في لا فيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم هاد الطريقه اللي تقدروا ديروا بها لا ديكوراسيون ديال الشوكولا ديالكم ولا حتى لي بسكوي اللي كتقدموا في اعياد الميلاد. دخل مع طريقه التزيين، كيف ما كتشوفوا هنا عندي لي روبون في الالوان اللي قطعتهم، غادي ندير كيف ما كتشوفوا سو فورم دو ام، غادي نكروزي وغادي ندخل من تما كيف ما كتشوفوا من الوسط، وغادي نخرج باش نقاد هادوك لي نو ديالي بهذه الطريقه، وكنحاول انني نصير لي نو باش ما يتحلوش. كيف ما كتشوفوا لي كولور اللي انا مستعمله فهما لو موف لو بلو سيل و لو روز، هادو هما لي كولور اللي انا جي اوبتي بوغ لو تيم ديال يونيكورن. وكيف ما كتعرفوا فاش كيكون عندنا ان تيم كنقلبوا على لي كولور ديالو وهما اللي كنخدموا بهم لي بيان سور لي ديكوراسيون ديالنا وكاع لو تيم ديال و لي روبون داكشي كاع اللي كنستعملوا في لا ديكوراسيون ديالنا. هنا كيف ما كتشوفوا فانا كنصيب في هادوك لي نو بهاد الطريقه اللي كيف ما كتبان لكم سهله، ومن بعد ما كنساليو فحنا كنقطعوا دوك الجوانب الاخيره بالمقص. هنا كيف ما كتشوفوا لا ديكوراسيون فينال ديال داك لو شوكولا ديالنا، اولا عندنا لي نو اللي صايبنا، وعندنا هاد الوراق اللي كناخذهم من عند اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. فحنا كنديروا الورقه كيف ما كتشوفوا كنجمعوا على جوج وغادي نقطعوها من الوسط. بعد ما قطعنا الورقة ديالنا بهذه الطريقة كيف ما كتشوفوا كنجيبو داك لو شوكولا ديالنا ولا لو بيسكوي اللي بغينا نديرو ليه لا ديكوراسيون. كيف ما كتشوفوا فانا غنحيد الجوانب ديال الكيت كات ديالي، وبيان سور ما غاديش نوصل للخر ديالو باش ما يتحلش ليا الكيت كات، وغادي نحط هذيك الورقة ديالي في الوسط بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، وغادي ندور لا بروميير بارتي، غادي نقطع داك الزائد عندي باش ما يخسرش ليا لا ديكوراسيون. وهنا بيان سور غادي نستعمل لا كول ديال البيستولي، غندير فيها لا كول ونلصقها من لو برومي كوتي، ونجيب لو دوزيام كوتي ونعاود ندير لا كول ونلصق بيان سور. وحنا كنلصقوا وحنا كنقادوا باش الى ما يتخسرش لينا. وحاجه ثانيه اننا ما نديروش لاكول ونلصقوا ديريكتومون باش ما يذوبش لينا لو شوكولا ديالنا ولا داك البسكوي اللي حنا كنخدموا عليه. غادي نديروا بهذه الطريقه، وغادي نجيبوا شويه ديال لاكول نديروها على لو لون ديالنا ونحطوها من الفوق ديال لا ديكوراسيون بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. غادي نعاود معكم نفس الطريقه، كيف ما قلنا كنقطعوا الورقه على جوج. هنا غنحيد لها داك لو كوتي الاخر ديالها باش كتجي مقاده، وغادي نحيد الجوانب، وبيان سور كيف ما قلت لكم ما نوصلوش للاخر باش ما نحلوش لو بيسكوي ولا لو شوكولا ديالنا. غادي نجيب ديك الورقه ديالي، غادي نقطع داك لو سوربلوس باش ما يخسرش ليا لا ديكوراسيون، نلصق بلا كول ديال البيستولي لا بروميير بارتي، وندور لوتر كوتي ونعاود نلصق بلا كول بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. وفي الاخير فانا غنجيب داك لو نو ديالي وندير به لا ديكوراسيون من الفوق. كيف ما كتشوفوا فلا ديكوراسيون ديالتنا في الاخير كتجي غزاله في المنظر، وكيف ما شفتوا فهي ما خدتش منا الوقت بزاف،
سهلة وبيان سور في متناول الجميع. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكيف ما ديما نتمنى ان هاد الافكار اللي كنتقاسم معكم ينالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تقاسموها مع الاصدقاء والاقرب ديالكم، وبيان سور تخليو ليا فو جيم اي فو كومونتير. مبقى لي الى نودعكم، شكرا بزاف على المتابعه.